جهه الاستثمار، وحنا نقولوا للمستثمرين اللي عندها كاش طموح ارواحوا هنا للوهران، الناس اقبال كبير، ونتمنوا ان شاء الله رانا نشوفوا اشياء جديده. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في البنك الخارجي الجزائري. هنا رانا في هذا الملتقى هذا باش نعرضوا على الناس البنك الجزائري واش راه هي عرض في التموين لاقتناء السيارات اللي هو المستوى تاعو حتى 4 ملايين دينار اي 400 مليون بالمساهمه تاع الانسان اللي راه حاب يقتني سياره وهي 10%. راه الشرط اللي يكون هي السياره تكون الانتاج تاعها يكون محلي هنا يكون جزائري. ان شاء الله رانا معتمدين على فيات، ان شاء الله راه في الاجل القريب ان شاء الله غادي تكون كاين الانتاج، وبالتالي غادي نبدو ان شاء الله التمويل في اقتناء السيارات. عندنا 7% هي قيمه الفوائد اللي تحصل عليها البنك في اطار هذا التمويل. هذا قرض قصير المدى هو على 60 شهر 5 سنين. دوك محلول لجميع الفئات تقريبا، يكون عنده برك يكون عامل ولا عنده كما حنا نقولوا مدخول. الضمانات نديروا رهن العتاد اللي اقتانيه يترهنه البنك لصالحها في حالته، ولا ويديروا ثاني اسيورونس ملتي ريسك.